صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي تشوفني فيه يا برج القوس. المهم نبدا مع برج القوس الطاقه العامه. طاقتك يا برج القوس حاليا انت في بدايه جديده في الحب او في العمل عموما في الحياه. ممكن كمان يكون الدنيا بتصالحك او علاقه فيها مصالحه جديده مثلا، وتصالح او علاقه جديده اللي انت تحب تشوفه او تطبقه على الصورة بتاعتك. اللي بعد كده انت تقريبا يا برج القوس يعني بتحب حد بس متخوف منه قليلا، هو انت بتحب حد فعلا بس متخوف منه قليلا او شايف في عيوب مثلا معينة، حاجة زي كده محتاج يغيرها. هو انت شايفه بداية حلوة وشخص لزوز ودمه خفيف وكل حاجة، ولكن في حاجات قلقاك، فتعال نشوف مع بعض كده مشاعر الشريك ايه اللي انت قلقان منه ده برج القوس، كده نبدأ نفهم الصورة بقى. الله الله يا عبد الله، ليه كده؟ مبدئيا كده يا برج القوس يا بداية جديدة يا مصالحة يا حد راجع لك من الماضي ومقدم لك زي ما بيقولوا كده الكاس وحاجة جديدة، وبيقول لك تعالى بقى نفتح صفحة جديدة وشيل اللي حصل ما بيننا على جنب تقريبا يعني، وانت متخوف منه شوية وممكن تكون معلق الموضوع معاه، ولكن نفسك تبدأ بداية حلوة معاه برضو يعني، ما نقولش يعني ممكن تكون انت محسسه بان انت معلق الموضوع اوكي ومش واثق فيه، ولكن انت نفسك في بدايه جديده على فكره، نفسك في بدايه جديده. فتعالى شوف كده المشاعر بتاعته الحلوه دي ايه. ده هو شايفك حد جميل قوي، ومش شايفك حد جميل، مشاعره نفسها هي اتجاهك حلوه قوي، وشايفك السول ميت بتاعه، وشايفك يعني الحب الحقيقي اللي هو لقاه ممكن بعد سنين طوال زي ما في اغنيه كده بسمعها. وهو كمان حاسس بان انت بتحبه على فكره، مش هو بس اللي بيحبك، لا ده هو حاسس بان انت كمان بتحبه وان انت كمان بتكن له المشاعر الحلوه، ولكن انت مشاعرك ممكن نقول مقفوله شويه، متاخده شويه، مش مقفوله، انت بتفكر بعقلك قوي 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 يا برج القوس، وهو بيفكر بمشاعره قوي تمام، وشايف العلاقه من منظور المشاعر، وحاسس باتجاه ليك يعني في حب جامد قوي، ولكن انت في المقابل بتقابل ده بالتفكير وواخد الموضوع على اعصابك شويه. انا حاسه ان هي مصالحه، ولكن الشخص ده شكله تعبك قوي 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 قوي، ولكن مشاعره حلوه، وانت مشاعرك يعني يغلب عليها طبع الجدية. عارف لما حد يجي يقولك انا جاي صالحك وتعال نبدأ صفحة جديدة، فانت بقى بتحسب الموضوع من الاول خالص، اللي انت لا يا عم انت خنتني او انت كدبت عليا او حاجة زي الحاجات دي. وممكن برضو خلينا ناخد 4 ورقات اللي احنا شفناهم، لان العدالة او المحكمة دي يعني مشاعر صارمة، ده انت زي ما تكون عارف يقولك حاطط السيف على رقبته، خايفه اكون حاطط السيف على رقبته. ايوه صح كده، انت حاطط السيف على رقبته فعلا. انت يا برج القوس مش بقولك انت محكم مشاعرك قوي وبتفتكر كل اللي حصل في العلاقه من اولها لاخرها، لحظه الضعف ولحظه القوه، بتشوف هو عمل ايه وما عملش ايه، ايه اللي انا الصح اللي عملته وايه الغلط اللي انا عملته، انت حاسس شاعر بخيبة امل، عشان كده انت محكم عقلك قوي وعمال مش عايز بالظبط، انت مش عايز تظلم نفسك تاني. لو هو مقدم لك عرض جديد فانت خايف تتظلم تاني يا برج القوس، فلانك انت مريت بخيبة امل جامدة قوي قوي في العلاقة دي، كان فيها عدم توازن وكان فيها افتقار للعاطفة، عشان كده هو شاعر بالعاطفة دلوقتي سبحان الله يعني. ويعني
مشاعرك حاليا هي، مش هقول ما فيش مشاعر، ولكن انت منيم المشاعر زي ما بيقولوا كده، ومحكم العقل، وبتوزن الامور قوي قوي، وبتقول واحد اتنين تلاتة اربعة زي ما بيقول الكتاب كده، بتحاسب نفسك، ولو جه يكلمك بتحاسبه كمان. يعني مش اللي هو انت واحد جه يقولك انا بحبك اه وانا كمان وتعالى نرجع، لا لا، انت شكلك استكفيت منه قوي، مريت معاه بتجربة سيئة جدا، او كان فيها خيبات امل كتير قوي قوي، خيب ظنك كتير الظهر. وعقبال ما وصلت للمرحلة دي، وصلت ليها بعد شيء صعب قوي. ف اعتذر لك يا بركة القوس جدا، عندي شوية حاجات كده في البيت فبقفل الفيديو يعني. فالمهم نرجع لمرجوعنا بقى. زي ما قلت لك، انت محكم قوي عقلك دلوقتي في مقابل ما هو في مشاعر. انا حاسه ان الصوره اتقلبت تقريبا، هو انت اللي كنت تديله المشاعر، وبدا هو اللي كان بيستقبل بقى ويستعبط عليك، وهو مديك تقريبا كده عرض جديد فعلا، او يعني بيعرض عليك مصالحه من الاخر. تعال نقلب الصفحه بقى ونبدا حاجه جديده، ولكن انت متخوف جدا لان كان في خيبه امل. طب هو شايفك ازاي؟ هو تقريبا شايفك زي ما انت نفسك فعلا عامل كده. هو شايفك انسان بطيء، وهو انسان زي ما بيقولوا كده، هو برضو ده انسان شاعر بخيبه امل برضو. يعني ده شخص يعني زرع حاجات كتير جدا، ولكن لم يجني الا ثمره واحده. بص كام ثمره على العشب ده او المكان ده، ولكن مفيش غير حاجه واحده، فمنتظر الباقي بقى ده لما يجي ينزل. فهو شايفك ان انت معلق مع الموضوع بطريقه بطيئه جدا، وان انت منتظر، وان انت ساكت هادي ما بتعملش حاجه. ما بيجي يقول لك مثلا، يبعت لك مسج يقول لك ازيك عامل ايه وحشتني مثلا، فانت تعمله سين وما تردش. يقول لك طب ما تيجي نرجع، تقول له لا مثلا، او تقول له لا بس مش بطريقه مباشره يعني. فهو شايفك ان انت بطيء في اتخاذ قراراتك جدا، ولما حد بيقدم لك حاجه بتقعد تفتكر القديم بقى، يعني اللي هو بتعيش في كوكب الذكريات كده. ان انت فعلا حقيقه فعلا انت مشاعرك حاليا، كل ما تيجي تحاول تفكر في ان انت تبدا مع صفحه جديده، تفتكر الم الماضي والم الرحيل، وقد ايه الايام الصعبه اللي انت عشتها لوحدك من غيره. فانت تعبان، وهو شايفك بطيء، وشخص عنده خيبه امل من الاخر كده. وايه تاني برضو؟ اعتقد بتعامل مع حد برج حمل او ترابي، عقرب مائي يعني. عقرب اللي تشيفه هنا خالص. مين تاني؟ حمل برضو تاني. وابراج ترابية. طيب انت شايفه ازاي؟ بص بقى، انت شايفه حاجة غريبة جدا. انت شايفه يا اما شخص، ما هو دي النظرة بتاعتك يعني. انت شايفه ايه حاليا؟ هو شايفك ان انت شخص بطيء، انما انت شايفه ان هو شخص ممكن يكون مندفع، ممكن يكون شخص عصبي زيادة عن اللزوم، عصبي بياخد الامور اللي هو مثلا بتقول له حاجه يقوم واخد الامور على صدره كده. انت شايفه ان هو شخص بيتسرع جدا، متسرع. وهو انت برضو ما زلت بتحبه على فكره، بس قلبك مجروح منه. يعني انت شايف ان هو شخص عصبي، وبياخد الامور على اعصابه قوي قوي قوي، وممكن يكون مثلا موضوع تافه يروح هوب يولع فيه وبقى تولع نار. يعني احنا حاطين بنزين في مكان قد كده، ان هو كبب البنزين كله مولع فيها نار والموضوع يخلص. ممكن يكون بتتعامل مع برج الاسد، لبرج الاسد كده برضو، ولكن انت مجروح منه قوي قوي قوي، جرحك قوي، طعن الثلاث سيوف في قلبك من الاخر. وايه تاني؟ ولكن وبرغم ذلك، انت ما زلت شايفه الشخص الحنين. ممكن زي ما قلت لك يكون عصبي، لانه بص يعني بص، ده الامبراطور وده الامبراطور. ممكن يكون عصبي ولكن حنين، يعني مع انه عصبي وبياخد الامور على صدره قوي قوي قوي، وبيحب يتحكم ومتعصب لرايه.
يعني ممكن تكون بتتناقش معاه وتقول له طب فيها ايه لما نعمل، لا انا هو ده وبقول لك ايه، خلصت الموضوع اقفل، خلصت اقفل السكه في وشك او في وشك عموما. في بنات كده، في بنات عصبيه، او انت ولد، في طبعا الرجاله طبعا كلهم عصبيين ولكن حنين وقلبه طيب وجميل قوي من جواه. يعني هو من جواه فعلا كده، هو فعلا من جواه كده على فكره، هو دي مشاعره حقيقه، هو فعلا طيب وحنين. وممكن وعلى فكره ممكن يكون مثلا متعصب يعمل بلوك ويكلمكش تاني او ما يكلمكش تاني، ولكن هي من جواها ست طيبه قوي 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 وجميله وجميل عموما يعني. وانت ما زلت شايفه النجمه، انت ما زلت شايفه النجمه والقوس، ما زال هو ليك حلم، هو كان نجمه في السماء وحلم بالنسبه لك، وان العلاقه دي كانت علاقه قدريه وجميله قوي، والحظ هو اللي بعتها لك، الحظ هو اللي بعتها لك. على فكرة انت ممكن تكون كان نفسك يرجع برضو، ولو هو لسه ما رجعش فانت نفسك ان هو يرجع مرة تانية، وان الحظ بقى يرميه في طريقك تاني، لان ده برضو العدالة، انت نفسك في تحقيق العدالة، ممكن يكون نفسك انه يرجع مرة تانية. ولكن انت شايف انه عصبي، انت بتشوف انه هو عصبي وجرح قلبك وجرح قلبك، ومن الاخر انتوا جرحتوا بعض، حاجة من الحاجتين يعني. طيب انتوا غراب قوي، انتوا في ايه العلاقه دي؟ هي تقريبا كده سوء تفاهم وولعتوا ببعض حاجه زي كده. طب ايه الخطوه اللي هو ناوي ياخدها؟ لما اقول الخطوه اللي ناوي ياخدها يا جماعه، يبقى مش معناه ان هو ممكن ياخدها واحد تيجي تقول لي ده ما رجعش، مع انه كان ناوي يرجع، هو بيدينيه انا مستقبل احنا ما بنشوفوش، لان المستقبل ده بيتغير في ايد ربنا، ولكن دي نيته. نيته ايه بقى؟ نيته ياخد قرار صارم بشأن العلاقة دي. ما نعرفش بقى القرار ده، هل ممكن يكون قرار ان هو يرجع فعلا ويقدم العرض ده، اللي هو انت خلصت، انت بتاعتي خلصت خلاص مهما تعملي بقى، وتقولي بتخاني او عصبي ومش عارف. اغلب الناس العصبية دي بتبقى طيبة جدا، برج الحمل ناري وعصبي على فكرة، هو متألم قوي، مش هزار، متألم قوي قوي يعني، مش اي كلام، ومتألم وبيحاول ان هو يخبي الألم ده بشتى الطرق. هو الظاهر ان هو برج الحمل او برج ناري عموما، بيحاول ان هو يخبي الألم ده وما يظهروش خالص لا ليك ولا لغيرك، ويفضل دايما عامل الوش ده، وش انا مية مية مفيش حاجة حصلت والعلاقة ما مشيتش وعادي جدا. ولكن هو الآن في عزلة، وعزلة داخليا مش خارجيا، ممكن يكون بيشتغل وممكن يكون ظاهر ده في الوش انا مبسوط ومامية، ولكن هو في عزلة داخليا وبيحاول يبحث عن 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 مخرج للألم والجرح ده، وهو عايز ياخد قرار بشأن العلاقة دي بانه يبدأ بداية جديدة، والظاهر انه فعلا عايز يبدأ بداية جديدة، لان هو مقدم لكم عرض او عموما في عرض جديد هيكمل، ففي بداية جديدة، هو ناوي عايز يبدأ بداية جديدة، بس هو بيخلص الألم العشر سيوف دول، في عشر سيوف مطعونين في ظهره. أنا بقول لكم أنتوا خبطتوا ببعض، وهو غامض أوي الأيام دي، وداخل في عزلة جوا نفسه كده، عمال يحاسب نفسه يقول أنا عملت إيه وما عملتش إيه، وكان لازم إن إحنا نتكلم ومش كل ده. ولكن هو شايفك إن أنت بطيء، ممكن يكون خايف يجي يكلمك عشان عارف ان انت بطيء، وشخص دايما عارف، ممكن يكون شايفك يا برج القوس بتحب تعيش في دور الضحيه. انا عارف ان برج القوس مش كده، بس ممكن تكون انت من كتر اللي حصل لك انت خايف منه، خايف منه. انت كمان عايز تاخد ايه؟ انت تتطور، انت عايز، انت كمان شكلك عايز بدايه جديده، تطمح الى البدايه الجديده، انت كمان عايز، مش هقول لك تطمح الى البداية الجديدة. على فكرة انت عايزه يرجع برج القوس، بس بص الاتنين دول واقفين ما بيتحركوش، ده واقف مستني حاجة وده واقف ما بيتحركش. انت محسسه ان انت بطيء، انت بطيء قوي يا برج القوس، انت شكلك خايف منه، انت ايوه انت خايف منه يا برج القوس، انت خايف ترجع، انت خايف ترجع، خايف ترجع للعلاقة دي تاني، وحاسس ان هي دايرة بتلف وترجع تاني،
حاسس ان انت انت كل ما تقريبا انتوا بتروحوا وترجعوا بتروحوا وترجعوا، كل ما تدخلوا في العلاقه معاهم تاني وتديله فرصه تانيه بيعمل نفس اللي حصل زمان، فترجع تتخانقوا تاني، فانت تعبت واستكفيت، وكل ما تدي ما بتاخدش حاجه غير ده، تدي اهتمام، تدي حب، تدي حنان، تدي اي حاجه، وفي الاخر هوب يخلع يمشي. انت تعبت قوي وعايز العداله، بقى هترجع تديني المشاعر الحقيقيه؟ انت طالب منه العداله، انت موقف مشاعرك وبتقول له لو جيت تاني تديني بقى اللي ليا ولا عليا لو سمحت، اديني اللي ليا ولا عليا لو سمحت، انا اديتك حب تديني حب. فانت خايف تروح له. على فكره انت نفسك ان انت تقدم له عرض او مش تقدم له، انت من جواك عايز بدايه معاه تاني وعايز تواصل، ولكن انت واقف حرفيا، انتوا الاثنين واقفين قصاد بعض، واقفين قصاد بعض، هو مديك الوش ده وانت مديله ده، برج منفجر. انت عايز العلاقه دي تتطربق كده فوق على دماغها وتعمل علاقه جديده معاه مع نفس الشخص، بس علاقه نظيفه.